قصتنا ما هي بقريبة ولا بعيدة. قبل حوالي 60 سنة حزب الجبلاميد تهريب أول، يهربون من الشمال، وهذه مراكز الحدودية اللي بيننا وبين العراق، فيها سيارة سيارتين يطلعون، وأهل السيارات هذيلا يجيبون عوائلهم يطقون بيوت شعرهم حول هالمراكز هذه. فواحد منهم ما عنده دوام وقاعد عند عياله، والربع طالع بسيارة يشوفون الخط، عنده ولاد اللي يوم ونص المرة ما فيها حليب، ويصيح وبينزل الحزم الجلابيد يبي حليب، وسيارة الدورية مهم فيه، هو وقف على هالخطوط المهدة اللي تضربها السيارات يبي يشوف أحد ينزل يجيب حليب من حبيب. يقول الولد ذابحنا بالصراخ، والموتر مهم موجود في الدورية، والمركز فاضي، وأنا واقف على هالخطوط في هالشمس. يقول يوم جاء قبل المغرب ساعة بساعة ونص، ويجيني هاك الفرد اللي محمل من كل على قول مهرب. يقول هو يمر المركز ويحطه مطب، ما في المركز أحد، أخوي أنا رايحين. يقول أنا عسكري لكني لابس ثوب، وهالحين أنا به يوديني حزب الجلابيد. يقول هو يتعداني، يقول يوم خذنا أبو كيلو ويدق ريوس ويرجع. يقول ينزل لهاك الرجال المتلطم بنظارات سوداء، قال ايش عندك؟ قال والله ان عندي، انا داري انك مهرب وتراني في المركز، لكن ابيك توديني حزم الجلاميد اباخذ حليب الغليم اللي له يومين يصيح. قال اجل اركب فوق، ماني بركبك معي في الغماره. يقول خايف انه ايش امه معي سلاح ولا شيء. يقول انا اركب فوق. يقول يوم ركبت وتجود، يقول الهنجلايد مليان، انا متمسك قلت اني خروف. يقول هو يحط رجله مهرب، لا ولا اعصابه كله. يقول يوم مشى انا كيلو ولا سيارة الدورية جاية، ولا والله عين حميدة. يقول وهم يلحقوني انا فوق هذا. يقول يطب له في هاك الجرف اللي طرت انا فيه مع كرتونين الكراتين وشيها ما ادري والله، بس الظاهر هتتن والله يعافينا وياك. يقول هو نحاش، هم قالوا ابشر، لقينا واحد منهم يدلنا على الثاني. يقول يوم جول انا منكسر وخويهم اللي دوريتي عقب دوريتهم، يعني بس عقب الليل فيهم. فلان ايش جابك معه؟ قال والله القصة هالشكل وهالشكل، والولد يصيح وهذا، ولا والله الكراتين والدورية هم بلغين القائد انهم يطاردون لهم سيارة، ولا والله. يقول يوم جو ويحطوني ويسوون لي محاكمة عسكرية ويفصلني. انفصلت الله اي راكب مع رعي ثابتة علي تماما. يقول وانا والله ما حالتي حاله، يتقاطون لي اخوياي واروح الحفر الباطن واحط لي غنيمة واصير ابيع واشتري في الغنم. يقول يوم اخذت لي سنتين يجي هاك الرجال يوقف عند الحوش اللي انا ابيع فيه. السلام عليكم. السلام. معه رجال ثاني. انت فلان الفلاني؟ قلت تعب. قال حنا ضيوف عندكم تعشى. قال الله يحييك. يقول والله ظروف صعبه. يقول عندي خروف شاريه. يقول قلت يلا تعالوا معهم ونيت. يقول احمل الخروف اركب ورا معهم. يوم وصلوني البيت يقول اذبح الخروف وخلي المرة تطبخه. يقول حنا في صنادق. الله. يقول عشيهم. انت وش كنت تشتغل؟ قال والله انا كنت اشتغل في سلاح الحدود. وليش فصلت في سلاح الحدود؟ قال والله هالشكل وهالقصة. يقول علمه قصتي. وجاب الله لي مهرب، الله لا يبيض وجهه ولا يبارك فيه ولا يوفقه. هذا ما سوى هذا. قال لا يا رجال، أثره المهرب، سأل عنه ولقاه مفصول. يقول وانا جيه قلت له لا يا ابن حلال، ترى انا خويك وانا اللي. يقول قال وهذاك الحملة بعتها كلها وحلفت حرمتها على نفسي والله ما اعطيها لد، والحين هذه 5000 ريال قيمة الحملة حافظها لك من السنتين الماضية، وهذا اللي عذرني منك. يقول له 5000 عن 200,000 ريال او 300,000 مبلغ. يقول جامد يعني. يقول قلت الله يجزاك خير ويرفع قدرك. يقول مدري ايش. يقول اتوادع على وياه هذا بندر بن سرور العتيبي. نعم. راعي الوريت. والرجال هذا عنزي في حفر الباطن شايب وعياله موجودين. هذه من القصص على قولة القائل حفظ الود المعروف. سلامتكم.